مش هتصدق أول رد على لقاء الخميسي بسبب شكوتها من ارتفاع الأسعار، ومن ساعة ما طلعت وقالت ارحموا الناس هو احنا رايحين فين؟ الدنيا اتقلبت. بس ايه اللي حصل وخليها طلعت اعتذرت للناس ورد عليها كان ايه؟ انا ايه الوليلي، كمل معايا الفيديو لآخر عشان تعرف كل التفاصيل. حالة قلق كبيرة سببها الفنانة لقاء الخميسي، وده لما طلعت في فيديو على انستجرام تشتكي من ارتفاع الأسعار وإنها بقت فوق احتمال الكل، وده كله حصل بعد ما اشترت إزازة زيت زيتون ب 1200 جنيه تقريبا. بس الفنانة ما كانتش عاملة حسابها على اللي هيحصل. الفيديو انتشر بسرعة البرق والناس ما بقاش ليها سيرة غير زيت الزيتون بتاع لقاء الخميسي. والمفاجأة بقى في أول رد على لقاء الخميسي لما رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين كشف تفاصيل جديدة عن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في مصر. وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية قال إن التجار رفعوا أسعار زيت الزيتون، وفعلاً السوق بقى في حالة جشع مسيطرة على بعض التجار وفي حالة استغلال حقيقية لاحتياجات الناس في وسط الظروف الاقتصادية. ورغم إن الزيتون أصلاً محصول محلي بيتم زراعته في مصر، يعني مش بنستورد ولا حاجة، وحسب كلامه مصر بتستورد 2.7 مليون طن زيت من الخارج، وزيت الزيتون نسبته 5% من استهلاك المصريين للزيوت، وفي تفاوت في اسعاره لزيت الزيتون. يعني مثلا الازازه نص لتر سعرها بين 90 ل 180 جنيه، وده بسبب تكلفه استيرادها ووجود مشكله في الحصول للزيتون في الدول الاوروبيه، وده مع ارتفاع سعر الدولار. لكن ارتفاع سعر زيت الزيتون المحلي سببه الاساسي تلاعب التجار بالاسعار وجشع البعض منهم. صحيح احنا بنشجع طبعا الصناعه المحليه، بس لازم نخلي بالنا وما نشتريش الغالي منها، وزي ما قطعنا المنتجات المستورده ممكن نقطع المنتجات المحليه المبالغ في أسعارها. علشان كده طالب من الحكومة إنها تراجع المتلاعبين بالأسعار من التجار في الأسواق المصرية، وخصوصاً إن عندنا إنتاج كبير من الزيوت ومش ممكن الأسعار تزيد بالنسبة دي. كانت لقاء الخميسي نزلت فيديو على صفحتها وهي بتقول أنا عندي سؤال وأول مرة أتكلم في الموضوع ده، إحنا رايحين فين بجد؟ لما إزازة زيت الزيتون يكون سعرها 1200 جنيه، إيه بقى بجد؟ هو في إيه اللي فاضل؟ يعني أنا ست ممنوعة من كل الزيوت، يعني ناكل بإيه؟ مية؟ سيبكوا مني خالص بقية الحاجات بقى، الناس عايشة إزاي؟ ارحموا الناس. ومع حالة الشد والجذب اللي حصل بسبب الفيديو، طلعت لقاء الخميسي تتكلم للمرة التانية عن نفس الموضوع، بس المرة دي كانت طالعة تعتذر. علشان كده شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيه بخصوص تصريحات زيت الزيتون وانه وصل ل 1200 جنيه، انا تواصلت مع الشركه وفي فاتورتين وصلوا لي، وفي فاتوره جت بالغلط وهي 1205، كنت فاكراها لعبوه زيت واحده، لكن اكتشفت ان في خطا وفي فاتوره ثانيه اتبعتت لي سعرها 1300 جنيه على عبوتين زيت، الاسعار لسه ما غليتش وبعتذر عن الخطا ده. ختمت كلامها وهي بتقول انا كنت بتكلم عن الموضوع ده من وجهه نظري، انا مش عارفه الارقام بالظبط، بس انا سمعت ان الاسعار غليت وانا بعتذر لو كلامي اساء لاي حد. يعني الحكايه كلها طلعت بسبب فاتورة غلط. في النهاية بقى قولوا لي إذا الزيت اللي بتشتروها بكام دلوقتي وبتكلفكم قد إيه وبتكفيكم قد إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.